سي محمد العمراني رئيس فريق مولوديه مراكش نادي مولوديه مراكش. سي محمد العمراني اليوم تتواصل الاحتفالات باستقبال السيد الوالي لجميع مكونات النادي، الحفل بايج، حضور جميع المسؤولين في المدينه، كيفاش تشوف هذا الاستقبال اللي خص لكم السيد الوالي؟ اولا نيابه عن جميع مكونات نادي مولوديه مراكش، مسيرين، اوتو تقنيه، اداره طبيه، لاعبين، الجمهور، كنشكر السيد الوالي على هذه الالتفاته لان هدف حد ذاته تحفيز، لان منذ اول وهله طلقنا في الباب ديال السيد الوالي كي قلت في الكلمه ديالي لقينا اذن صاغيه ومتنيد للمساعده، وهذا هو اللي زاد دفع بينا للامام، وكان الطموح ديالنا الا تحقيق الهدف الا وهو الصعود اللي تمكننا من التحقيق ديالو. السيد الوالي كان عند الوعد ديالو، وداك الشيء اللي وعدنا به راه باقي زعما باقي عند الوعد ديالو. السيد ولي جهه مراكش السفير غني عن التعريف، رجل ديال الميدان. كما قلت لك انا كنشكر السيد الوالي مره اخرى. هو هذا الاحتفال تبين لنا بلي عاطينا اهميه، والالتفاته جات في محلها من بعد ما حققنا الصعود. الحمد لله المجهود اللي قمنا به طيله السنه ما مشاش هباء منثورا، والحمد لله التفتوا لنا الناس، عطاونا واحد التحفيز وتعاودوا يزيدوا يدعمونا باش نعاودوا نزيدوا نخدموا ان شاء الله، ونزيدوا بالميلو ديال العام الجاي ان شاء الله لنا لقدام، نزيدوا بها قسم اخر ان شاء الله، ان شاء الله نطلبوا التيسير. لانه هذه من المواقف اللي خص الانسان يشيد بها، خصوصا ملي كنا جينا عند السيد الوالي قبل باقينا جوج المقابلات ولا ثلاثه، عندنا منه تحفيز ديال معنوي هو اللي جعلنا باش نقطعوا الخطوات ونحصلوا على نتائج ايجابيه قصد تحقيق الصعود. هذا الصعود اللي كنتظروا هذه 10 سنوات تقريبا او 11 سنه الان تحقق بفضل جميع المكونات ديال الفريق من لاعبين ومسيرين، وكذلك الصحافه اللي كدعمنا بين الفينات والاخرى. الشكر موصول للجميع، وتنتمنى التوفيق ومسيره موفقه للفريق في المستقبل القريب ان شاء الله.